تمام يا دكتور، احنا لايف دلوقتي. الصوت راح ليا فادي. دكتور احنا موجودين، اه احنا سامعني دلوقتي يعني؟ لايف، احنا دلوقتي لايف انا دكتور وعلى الديسكتوب. دلوقتي لايف على فيسبوك. طيب كويس، في حد دخل؟ في حد كتير، بس الفكرة كلها ان ممكن بس تبعدي التليفون شوية. انا احنا مع حضرتك يا دكتور، احنا مع حضرتك. ايوه حضرتك ترفعي كمان ايوه تمام كده، ايوه بس كده حلو كده. اه تمام. طيب منورة يا دكتورة منال. مين معانا؟ دكتور معتز، اهلا يا دكتور، ازيك اخبارك ايه؟ كله تمام، كله تمام، منورنا. الله يخليك. انا شايف شباب كبيره، امك اسلام وفادي ومصطفى عمر حضرتك يا دكتور، ازاي؟ وناديه. عمر حضرتك ايه؟ ازيك يا دكتور، اخبار ستين؟ ازيك يا دكتور؟ بسم الله سلام يا ما شاء دكتور، الله، ازيك يعني شباب حضرتك؟ زي الفل هم. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور خش كده شوف الفيسبوك بتاعي. حاضر بتاع والله، مين ده؟ مع الفيسبوك برضه يا دكتور. انا طيب معلش كويس هقعد معاكم نص ساعة عشان عندي اجتماع على تمام اللجنة العلمية. تمام يا دكتور. في واحد اسمه دكتور اسمه أسامة الراوي، عامل موسوعة علمية للراوي للتراث الإسلامي، موسوعة جميلة جدا جدا جدا. بيشوف كل مرحلة زمنية في التاريخ الإسلامي، وبيشوف دي ظهرت في أنهي دول من الدول، وبيتابع الآثار الإسلامية الناتجة عنها. شغال في الموسوعة دي من سنة 80، بقى 40 سنة فيها، بس طلع حاجة جميلة جدا جدا. فاحنا عاملين اجتماع مع اللجنة العلمية عشان نراجع مع الموضوع دوت، عشان عايز يقدمها في اتحاد المهندسين العرب، ويقدمها ونجيبه في الشعبة المعمارية ان هو يقول عنها محاضرة. وبإذنها هسعى ان احنا بس اول ما يفتحوا اللقاءات ممكن اعملها على زوم واحضر فيها كل بتوع قسم العمارة يعني. طب كويس يا دكتور، حاجة حلوة قوي. ابحثوا عنها، اسمه أسامة الراوي، الراوي للموسوعة الإسلامية. في حد دخل؟ طيب حاضر. هنبتدي ولا ايه؟ في ناس كتير دخلت يا فادي. في 14 واحد معانا هنا يا دكتور، بس المعادلة دي. دخلنا. اه يعني كده كله كام دخل؟ هو حاجة و20، بس بقالنا 5 دقايق يعني، ممكن يبقى لسه في ناس تانية هتخش. نستنى شوية. بقالنا 5 دقايق. تمام طب هعمل حاجة وارجع لكم كمان 5 دقايق. تمام يا رب. تمام ماشي.
المايك مش شغال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتوره غامده؟ يا رب دايما كده متجمعين على خير ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس فادي؟ يمين انا اسف على التاخير. كم واحد جه يا فادي؟ نبتدي ولا نعمل ايه؟ ايه؟ كده العدد وصل كام؟ طيب خلاص اوكي نبتدي يعني؟ السلام عليكم. مش قادرة أقول لكم بقى طلابي الأعزاء، لكن هقول لكم زملائي الأعزاء. أنا سعيدة جدا إن احنا النهاردة بنجتمع. لو سمحتوا اللي فاتح الصوت يقفله، في صوت. لو حد فاتح صوت لو سمحتوا. أيوه. احنا النهاردة بنجتمع، اجتمعنا قبل كده، عملنا ملتقى للخريجين قبل كده، ولكن الملتقى ده كان بيجمع كل الخريجين المعهد من كل التخصصات. فطبعا الملتقى ما كانش واخد خصوصيته زي لما يكون أسرة عمارة مع بعضهم. الحقيقة أنا طول عمري كان نفسي أعمل الملتقى ده، وتبقى ودايما أقول إزاي تبقى علاقتنا بالخريجين ما تنتهيش بالتخرج. المفروض إن إحنا أسرة، ومعنى كلمة أسرة يعني إحنا لما أولادنا يتجوزوا ويمشوا
مش معنى كده مش هيسألوا علينا بعد كده ولا احنا هنسأل عليهم، لا ده هم احنا هنروح لهم وهم هيقول لنا واحنا هنتابعهم وهم هيتابعونا. العلاقة الأسرية ما بتنتهيش بالمصلحة، فاحنا طول عمرنا في قسم عمارة كنا أسرة واحدة، وأتمنى إن احنا نستمر إن احنا نكون أسرة واحدة. احنا قبل كده ما كناش عارفين نتواصل معاكم لان كان صعب ان انتوا بقى عندكم شغل بالنهار واحنا مواعيدنا بتنتهي الساعه 4، فعلشان انتوا تقدروا تاخدوا يوم وتقولنا ده كان هيعطل شغلكم، فكانت التواصل صعب بسبب ان التواصل لازم ان انتوا تقولنا الاول او نجتمع في مكان. لكن دلوقتي قلنا نستغل ونستفيد من الناحيه الايجابيه لازمه كورونا، واللي هم بيقولوا ان هي بعدت بين الناس لكن الحقيقه هي قربت المسافات، ولقيت ان احنا فرصه كبيره ان احنا طالما بدانا ندخل اونلاين ومعظم الاجتماعات بقت اونلاين، فاصبح الاجتماعات الاونلاين بقت مثمره جدا وبقت فعاله بشكل كبير. وبعدين انا عرفت يعني او انا لاحظت ان احنا يعني قبل كده كنا حتى في اجتماعات رياده مع الطلبه لما بندعو الاجتماع رياده كان العدد اللي بيبقى موجود محدود والوقت بيبقى قليل وما بنلحقش نتكلم مع بعض. لما بدا التباعد الاجتماعي فبدأنا نتواصل مع الطلبة واجتماعات الريادة تتعمل أونلاين، فبقى سهل قوي إن إحنا نقعد مع الطلبة وناخد وقتنا معاهم وياخدوا وقتهم معانا ومن غير ما نعطل العملية التعليمية، وأصبحنا تواصلنا مع الطلبة بشكل أكبر وعرفنا مشاكلهم بشكل أقرب وبقينا ندخل ونحل لهم مشاكلهم، والدكاترة حتى نفسهم بيخشوا في الاجتماعات وكل طالب يقول مشكلته فين والدكتور يحلها له. فلقيت إن التفاعل الأونلاين أصبح أكثر فاعلية من إحنا من التفاعل ان احنا نتقابل ونقعد ونبقى ورانا ارتباطات بنبقى عارفين فيه دلوقتي اونلاين، بنفضي نفسنا وبنقعد مع بعض وموضوع بيبقى سهل في اي وقت وفي اي مكان. طبعا انتوا دلوقتي اكيد بتسالوا يعني احنا عاملين الملتقى ده ليه او ايه الهدف منه. احنا عايزين نكمل مسيرتنا التعليميه سوا، يعني احنا طول عمرنا الستاف ماشي في جهه وانتوا خلاص بتتخرجوا بتمشوا، لا احنا عايزين نكمل المعهد او القسم عايز يكمل المسيره التعليميه بس معاكم وبيكم، وعايزين نبني بقى زي ما تقول جسور للتعاون بيننا وبينكم، وان علاقتنا ما تبقاش منتهي بالتخرج بتاعكم، ان علاقتنا بيكم بتنتهي مجرد ان احنا خرجناكم وتبقى كده رسالتنا ناحيتكم خلصت، لا رسالتنا من ناحيتكم ما خلصتش، رسالتنا من ناحيتكم مستمره، بس احنا ما كناش عارفين نفعلها ازاي او نلاقي طريقه او قنوات نقدر نفعل بيها المسيره دي. فانا يعني قلنا ان احنا يعني من افضل الطرق ان احنا نتفاعل مع بعض هتبقى اونلاين. احنا عايزين نقعد معاكم ونتكلم معاكم تقولوا لنا ايه المميزات اللي لقيتوها في البرنامج التعليمي بتاعنا او برنامج التعليم بيقدمه قسم عمارة، لما انتوا خرجتوا وبداتوا تحتكوا بسوق العمل بداتوا تتعاملوا اكيد لقيتوا ايجابيات كبيره في العمليه التعليميه، واكيد لقيتوا حاجات ناقصه كان نفسكم انها تكمل، وكان ممكن وممكن من الوارد ان البرنامج التعليمي بتاعنا ما بيقدرش يغطي كل السكيلز وكل المعارف اللي مفروض نديها لكم لان المجال واسع، ولكن احنا بنسالكم ايه هي المجالات اللي ممكن نكملها بعد ما تتخرجوا معاكم علشان نثقيكم بعد التخرج، وفي نفس الوقت انتوا كمان تضيفوا لنا، بمعنى لو في خريجين محتاجين مجال معين واستقالوا فيه هنلاقي خريجين تانيين متميزين في المجال ده يقدروا يجوا يدوهم الكورس ده او يديهم النشاط ده. فازاي ان احنا يبقى في تفاعل بيننا وبينكم نكملكم وتكملونا، الخريج يتخرج عايز يكمل تعليمه، اللي اتخرجوا قبليه يعلموه واحنا نكمل تحت الامبريلا بتاعه المعهد او امبريلا هتبقى حاجه جميله. لو في مثلا برنامج عايزين تتعلم في خريجين عارفينه وفي خريجين مش عارفينه، اللي عارفينه هيدرسوه اللي عارفينه، ولو اللي مش عارفه عايز ياخد الكورس ده بره هي 5000 جنيه، لا الخريجين يبقى كل الاطراف استفادت، وفي نفس الوقت احنا كل احنا عملنا ربطنا الخريجين ببعضهم وربطناهم بينا. عايزين نطور البرنامج التعليمي بتاعنا، تقولوا لنا والله انتوا كان عندكم مشكله في 1 2 3 او كان ناقصنا 1 2 3 وكنا محتاجينه ندمجه. احنا بدانا نطور البرنامج بتاعنا بشكل كبير الفتره الاخرانيه وعملنا حاجات اضافه كبيره للبرنامج التعليمي. اول حاجه اضافه عملناها ان احنا دخلنا البارامتريك ديزاين في المشروع التخرج، وبدانا نجيب خبراء من بره بيدرس يعني عندنا واحد مصري بيدرس البرنامج ده او الورك شوب دي بيدرسها بره مصر في دول كتير بره، قدرنا نتعاقد معاه وبقينا في مشروع التخرج بيجي بياخد 16 طالب يعلمهم البرنامج ويطلع منهم مشروع، فبالتالي بيطلع من عندنا مجاميع بتعلم البارامتريك ديزاين. جبنا متخصص في برنامج البام بيدي الكورس ده للشركات بره فجبناه عندنا،
تعاقدنا معاه وبقى يطلع طلبة مجموعة، ياخد مجموعة 30 طالب مثلا من بكالوريوس يتخليهم يطلعوا المشروع التخرج باستخدام البرنامج ده. كمان علمناهم الماكيتات جوه مشروع التخرج، انتدبنا متخصصين في مشروع التخرج يعلموا الولاد ازاي يعملوا مشروع ويطلعوا، وكمان انتدبنا متخصصين في الانيميشن. الحقيقة انا عايز اقول لكم ان الفكرة دي اصلا بدأت امتى؟ بدأت لما احنا جربنا التجربة دي مع خريجين الكلية، في خريجين اتخرجوا من سنة 2008، هو معانا دلوقتي على الجروب اسلام سنوسي، وكان معانا عمرو يحيى من سنة 2004 متخرج، وكان عندنا خريجين 4 خريجين اتخرجوا بعد ما اتخرجوا وخدوا الخبرة في السوق العملي ووصلوا ونجحوا وحققوا نجاحات كبيرة بره، قالوا لنا احنا عايزين نفيد القسم بالخبرات بتاعتنا. الحقيقة جه المهندس محمد باري وكان طالب متخرج من عندنا 2008 وبدأ ينضم لمشروع التخرج ويعلم الطلبة الماكيتات، دخل اسلام سنوسي كان بيشتغل حلو قوي في شغل الانيميشن، بدأ يعلم الولاد ازاي يطلعوا المشروع بتاعهم بالبرنامج الانيميشن، ومعاه طبعا المهندس السمري عمرو يحيى في مجال الديكور كان متخصص في الشغل الديكور والتشطيبات، فبدأ يجوين في مشروع في الانتيريور ديزاين. لما دخلوا ودخلوا بحب، حابين جامعتهم وحابين كليتهم وحابين اساتذتهم، فحاسين هم عايزين يدوا حاجه. الحقيقه دخلوا بحماس غير عادي وعملوا شغل اكتر من ممتاز ونجح ونجاح كبير جدا، لدرجه ان الشغل بتاعهم لما نزل على الفيسبوك جاب، لقينا اساتذه من جامعات كتيره قوي جوه مصر وبره مصر مستغربين ان الخريجين بتوعنا بيقدروا يطلعوا الشغل ده وهم لسه طلبه صغيرين. فالتجربه كانت ناجحه جدا مع الخريجين اللي اتخرجوا وجم انضموا لينا العمليه التعليميه، اضافوا ليها بشكل كبير قوي. فقلنا طب ما احنا دلوقتي معانا 4 بس، طب ليه نشوف بقيه الخريجين اتخرجوا؟ اكيد في ناس تميزوا واخدوا خبرات كبيره قوي بره، طب ما يجوا ينضموا لينا ويضيفوا لنا تاني، بدل ما يبقوا 4 يبقوا 20 يبقوا 50 يبقوا 100. اللي يقدر منكم يجوين العمليه التعليميه ويسبورت زمايله، سواء اللي لسه بيدرسوا او اللي بعد ما اتخرجوا، هتبقى حاجه جميله جدا. فانا معاكم النهارده، او احنا الستاف، وعلى فكره الستاف كل معظمه معانا دلوقتي على الفيسبوك، دكتور على الجروب، دكتور عميد الكليه دكتور معتز طلبه معانا، دكتور سامي سراج طبعا غني عن التعريف، دكتوره رندا حسن طبعا استاذتنا الكبيره ومتخصصه في استاذه الجوده ومنسق البرنامج وهمها الاساسي ورئيس تطوير البرنامج التعليمي علشان ناخد الاعتماد وناخد الجوده، دكتوره دعاء معانا اساتذه الحقيقه يعني اهمهم الشغل ان هم ازاي يطوروا القسم ويكبروه، واعتقد دكتور مصطفى مش عارفه دخل معانا ولا لسه. فطبعا معانا فريق كبير، احنا كلنا قاعدين معاكم علشان نسمعكم تسمعونا، نضيف لكم وتضيفوا لنا وتقولوا لنا ازاي نتعاون مع بعض، ازاي نطور البرنامج، ازاي نتعاون مع الخريجين بعد ما يتخرجوا، ازاي هم يتعاونوا معانا بعد ما يتخرجوا. عايزين ناخد افكار، عايزين ناخد اراء، عايزين ناخد توجهات، عايزين ننفتح ونخرج بره الصندوق ونشوف الدنيا بره عامله ازاي معاكم بالذات، نعرف نجحتوا ولا لا، ايه الحاجات اللي خلتكم اخرتكم، ايه الحاجات اللي خلتكم متقدمين عن بقيه الناس. اكيد في منكم تقدم عن كل اللي حواليه، واكيد في منكم ما تكملش او في منكم ما وصلش اللي هو عاوزه. نعم، فانتوا في منكم كتير نجحوا قوي وفي منكم عنده تحفظ على حاجات. طب انا عايز اعرف النجاح نجح قوي ازاي وبدا ازاي وكمل ازاي، واللي عنده تحفظ ايه تحفظه وممكن يطور ازاي. فاحنا النهارده موجودين كلنا علشان نسمعكم وتسمعونا، وهبتدي دلوقتي اهدي الكلمه دلوقتي للدكتور معتز، استاذ دكتور معتز طلبه نقيب شعبه العماره في نقابه المهندسين. يعني احنا دلوقتي كمان عميد الكليه بتاعتنا بقى نقيب المعماريين في نقابه المهندسين، ودي حاجه طبعا فخر لينا وحاجه بنعتز بيها وبنفتخر المعهد بتاعنا ان نقيب المعماريين في مصر كلها هو عميد الكليه. فطبعا هنبتدي وهندي له الكلمه يتفضل ينورنا ويقول لنا، يضيف لنا بقى وجهه نظره وراي النقابه ايه، والنقابه ناويه تعمل ايه، ونطور العمليه التعليميه ازاي، والخريج نفسه يطور نفسه ازاي. احنا محتاجين نعرف النقابه بتقول ايه. فهنبتدي بالدكتور معتز طلبه عميد الكليه يقول لنا توجهاته ايه. اتفضل يا دكتور معتز. دكتور معتز، دكتور، طيب هو ظاهر ان هو راح يعمل حاجه. طيب هنكلم دلوقتي باستاذنا العظيم دكتور سامي سراج. ايوه حضرتك سامعني؟ ايوه دكتور. طيب حضرتك شكرا على التعريف القوي دوت. وانا قبل اي حاجه فانا يعني زميلكم وابن الدكتور سامي وزميل لحضرتك والدكتور رندا وكل ولادي. انا بتكلم النهارده في نقطه مهمه جدا، لازم الخريجين
يستوعبوها كويس، ان احنا في مصر عندنا بطالة شديدة جدا في نطاق المهندسين، ودي بنشوفها في عدد المزاولين المهنة في المهندسين طبعا، والشكاوي اللي بتجينا كشعبة معمارية ان في ناس كثيرة جدا فيها مش لاقي شغل. عشان كده النقابة واتحاد المهندسين العرب بيدور على اعتماد الجهات، وانا عضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد المعماريين العرب، ودي برضو مشكلة كبيرة بتواجهنا ان عدد المعماريين في العالم العربي اللي بيعانوا من البطالة وانهم بيشتغلوا في مجالات غير تخصصهم كبير. فعشان كده كان امل من الخريجين انهم يسعوا لتطوير نفسهم، تطوير نفسهم انهم يفضلوا يتعلموا عشان يجهزوا نفسهم لنقطة مهمة جدا. النهاردة نقابة المهندسين المصرية وكل النقابات المهندسين في العالم العربي ابتدت تسعى للتصنيف. تصنيف احنا بإذن الله عندنا جمعية بكرة معمارية للشعبة، جمعية للشعبة المعمارية، بنناقش فيها ازاي نبتدي نصنف المهندسين المعماريين. المهندس من يوم ما هيتخرج لحد ما يكمل 3 سنين هيبقى بنسميه مهندس معتمد من النقابة، انما ملوش حق مزاولة المهنة، يعني ملوش حق انه يمضي ولا يوقع الا لما يعدي 3 سنين عشان يبقى له سجل هندسي. بعد 3 سنين دول هنخليه معتمد ازاي؟ هنخليه معتمد عن طريق ان احنا نعمل له امتحانات، وانا نقول له اتدرب في مكاتب استشارية ولا في مواقع، ولا اتدرب في اي اتجاه، ولا اشتغل في جهات حكومية. بعد 3 سنين دول هيقعد يمتحن عشان يبقى مهندس ممارس، وهيقعد في هذه الدرجة لمدة 5 سنين. بعد ما يخلص الممارسة لمدة 5 سنين يبقى عدى على تخرجه 8 سنين، يمتحنه انه يبقى مهندس اخصائي. بعد 7 سنين اللي هيقعدها في المجال الاخصائي هنمتحنه كمهندس استشاري جيم وبه والف، وبعد كده نسمح له انه هو يفتح مكتب استشاري. كل الخطوات ديت هتبقى فيها امتحانات اونلاين، لدرجة ان احنا في اجتماع اللي فات يوم الخميس اللي فات مع لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وكنت انا حضرها بصفتي ممثل للنقابة، كانوا بيتكلموا ان كل الخريجين في كل مصر نتعمل لهم امتحان عشان النقابة تسجلهم، بمعنى ان الخريج قبل ما يدخل النقابة على مستوى القطاع الهندسي كله في مصر يعمل له مجموعة امتحانات. والقصة دي شغالين فيها بقالنا 2-3 سنين، واحنا السنة اللي فاتت الخريجين اللي كانوا قاعدين معانا من السنة اللي فاتت عرفوا ان احنا كنا مرشحين 15 واحد من اوائل عشان يمتحنوا الامتحان المجمع كتجربة للامتحان المجمع اللي هيتعمل لكل التخصصات لكل الكليات الهندسة اللي في مصر. الموضوع مش يعني الناس كلها في العالم مش عايزة انها تدي شهادة للمهندس ويوم ما ياخدها يشتغل بيها طول عمر، لا، لابد من تصنيفه المستمر، ولابد من تجديد اعتماده المستمر عن طريق ان احنا نشوف خبراته ونرقيه لدرجات اعلى عشان الناس ما كلها ما تتساواش مع بعض. دي موضوع واحنا شغالين عليه، واتمنى ان حضراتكم تبقوا عارفين القصه ديت عشان نسمع ارائكم فيها، سواء ان كنت قلتها هتقولوها لي ولا تبعتوها لي على الواتس، ولا ان احنا تحضروا في الجمعيه وتقولوا ارائكم، لان احنا مجرد ان احنا هنعتمد الكلام دوت في الجمعيه العموميه هيبقى صعب جدا تغييره، لان الكلام ده في قانون للنقابه متقدم في مجلس الشعب وكل الشعب بتناقش هذا الموضوع. الموضوع التاني المهم بالنسبة لحضراتكم هو موضوع المسابقات المعمارية، وده احنا كشعبة وحيدة بس بنتميز بهذا الموضوع، ان دايما احنا كل شغلنا عبارة عن مسابقات معمارية، واحنا عايزين نحط لها كود وقواعد وملزمة لكل الجهات في التعامل به مع المسابقات المعمارية، ان احنا ما يبقاش حد المسابقة ما ينفعش انها تتلغي، ما ينفعش ان افكار الناس اللي بيقدمينها انها تبقى من حق الراجل اللي هو عمل المسابقة، دي كلها مشاكل احنا عارفين ان اغلب المعماريين بيعانوا منها، وبرضو فاتحين حوار بين الناس
كلها عشان نشوف ايه مشاكل المسابقات المعمارية على كل المستويات. النقطة الثالثة اللي احنا بنعمل فيها حوار احنا وجمعية المهندسين المصرية وجمعية المعماريين المصرية هي المشاكل المعمارية اللي موجودة في قواعد الشرطات البناء وزي تفعيل دور المهندس المعماري في الكلام ده للقضاء على البطالة، لان احنا بعاد جدا عن الشرطات اللي هم حطنها الدولة في هذا المجال. فده برضو موضوع من الموضوعات اللي احنا محتاجين نسمع فيها اراء المعماريين ازاي نواجه ان احنا يبقى لنا دور قوي غير كل التخصصات التانية في هذا الموضوع. النقطة الرابعة اللي احنا برضو احب ان حضراتكم تشيلوا الهم المجتمع المصري فيها هي المشاكل العمرانية والمعمارية اللي بتحصل. في خلال السنة دي بس احنا تعرضنا لحوالي 5-6 مشاكل. اول مشكلة كانت الحفاظ على التراث المعماري في منطقة المحور الفردوس الجديد اللي موجود وإزالة مجموعة مدافن، ونزلنا عملنا في شهر 5 سنة فاتت عملنا دراسات عشان نحن نواجه الموضوع ده. تاني مشكلة كانت موضوع عين القاهرة اللي احنا كنا كلنا اعترضنا على المكان. تالت مشكلة اللي هي موضوع البازيليك وكنيسة البازيليك اللي في مصر الجديدة. رابع مشكلة كان موضوع المحور والعمارات اللي على المحور والخصوصية اللي في العمارات والمخالفات اللي فيها. كل المشاكل المعمارية ديت احنا ما بنسمعش دور للمهندسين المعماريين ولا بيحضروا الجمعية بيبدوا أرقام في جمعية المعماريين ولا في جمعية المهندسين ولا في الشعب المعمارية. كل الحاجات ديت محتاجين ان الناس المعماريين بالذات لأنه هم أكتر فئة مضرورة من الكلام دوت إن يبقى لها تواصل وتفاعل. لأن احنا يوم ما بنتكلم يقول لك والله الناس المعماريين مش مضرين، انت بتتكلم على ايه اذا كان هم ما بيحضروش اي حاجة؟ كل الشعب التانية وكل الحاجات التانية بتلاقي الناس بتتفاعل وبتحضر، انما المعماريين موافقين خلاص هو الموضوع هم مش كير بيه. فانت هتتكلم على الموضوع هم مش كير بيه لان احنا ما بنسمعش اراء لحضراتكم. يهمنا طبعا ان احنا المشاكل ديت مش مشاكل اكاديمية، انا ما بقدرش اراجعها واشوفها مع زملائي في القسم ولا المعيدين. انا محتاج الناس المهندسين اللي شغالين في المواقع بره هم اللي هيقدروا يفيدوني بالكلام بالمشاكل اللي هم بيحسوا بيها، بمشاكل العمل، بمشاكل المكاتب، بمشاكل المسابقات. احنا كاكاديميين بنبقى بعاد عن هذا الموضوع. وعشان كده أتمنى أن حضراتكم تتفاعلوا في هذا الموضوع وتقولوا لي المقترحات والحاجات اللي حضرتك عايزينها عشان سواء على اتحاد المهندسين العرب. احنا الحمد لله قضينا على موضوع مشكلة الكويت الحمد لله في شهر يناير دوت، ان احنا عملنا هيئة ضمان جودة التعليم هي اللي هتعتمد المعاهد، مش هيبقى اتحاد المهندسين الكويت. المهندسين في الكويت هي اللي مسؤولة عن الموضوع ده. احنا عملنا هيئة وبقى مقرها مصر عشان نخلص كل المشاكل الموجودة في الاتجاه ده. لما بتبقى فيه مشكلة احنا بنحاول نحلها على العوام كلهم، فإنما في مشاكل ما بنقدرش نحلها لان احنا مش عارفين ايه هي المشكلة. ده بالنسبة لمشكلة المعماريين. طبعا الكلام اللي قالته الدكتورة منال على ان المعهد بيولي اهتمام كبير جدا بالخريجين بتوعه وعايزهم دايما يبقوا على استمرار تواصل معاه، وخصوصا ان احنا عندنا 25 سنة. الكلام ده ميزة كبيرة جدا، احب ان كنتوا احنا نستفيد منكم وانتوا تستفيدوا منا، زي ما الدكتورة منال شرحت الموضوع ده، وزي ما الدكتور سامي كان بيكلم في القصة دي من زمان ايام ما كان رئيس قسم، وزي ما الدكتورة رندا هتتكلم فيها. اتمنى مشاركتكم معنا وشكرا. السلام عليكم أولادي الأعزاء. أنا طبعا فرحانة جدا إن احنا نعمل ملتقى وبنتقابل مع بعض عشان نسمع بعض ونعرف منكم برضو. السلام عليكم. ثانية واحد دكتورة رندا بعد إذنك، معلش أقدم بس دكتور سامي أستاذنا الكبير وأستاذ القسم كله ومؤسس قسم العمارة، وكلنا نعتز بيه ونعتز باستاذيته ونعتز بالعلم اللي علمه لنا. وكنت احب برضو ان هو يقول لنا كلمه ويقول للطلبه بتوعه وخريجين الكليه كلمه بصفته
يعني أستاذنا كلنا، وهو مؤسس قسم العمارة. اتشرفنا يا دكتور سامي بكلمة كده للخريجين ولينا كلنا. بعد إذن حضرتك، اتفضل دكتور سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر السادة الحضور جميعا على الانضمام لهذا اللقاء الجميل، وبشكر سيادة الأستاذ الدكتور عميد على المقدمة الجميلة، والأستاذة الدكتورة رئيسة القسم الدكتورة منال على التقديم الجميل. هو أنا بالنسبة لي عملية الاستمرارية على القمة دي بتحتاج دايما فيجن أو رؤية تسبق الآخرين. ما يعيشه العالم الآن أردنا أم لم نرد أصبحنا جزء منه. إحنا دلوقتي في حاجة اسمها يعني منطقة فاصلة، في تغييرات بتحصل يعني أكبر من المحلية والإقليمية والدولية، ممكن تقول كونية. هو بيسموها نيو نورمال. التحديات يعني أكبر مما تتخيله، يعني المنافسة مش هتكون على المستوى الإقليمي أو المحلي. أنا بحتاج وقت علشان أقدر استكمل رؤيتي لهذا الموضوع، وبتصل بجهات كثيرة دولية ومحلية وأشخاص يعني على قمة القرارات في أماكن كثيرة. أتمنى أن الشروق يكون لها السبق. طبعا إدارة سيادة العميد دكتور معتز دي شرف لقسم عمارة أن احنا يكون يعني أحد الأساتذة الأجلاء هو اللي بيتولى قيادة المعهد، و كل اللي احنا شايفينه ده بيتغير اسرع من المعدلات اللي الناس يعني هي عايشاها دلوقتي. يعني اللجان او المؤسسات في مصر بياخدوا قرارات، بس اللي حصل حوالينا يعني اسرع شويه. احنا تورطنا في الحياه دلوقتي، ما عادتش الحياه التي نعرفها. انا قمت بمبادره تطوعيه، الحمد لله خلصنا النهارده مجموعة من ورش العمل مع الطلاب سنة أولى، ويعني لازم كنا نشغل الأولاد إن هم يدخلوا الواقع اللي هيقابلوه في المستقبل. الحمد لله التجربة كانت ناجحة جدا، إن أنا في عملنا حوالي 5 ورش عمل، الأولاد بقوا ناقدين بشكل ممتاز ومتفهمين. المجموعة اللي حضرت ودوا ملحوظات جيدة جدا، أخذوا كم من التدريب إن يقدروا زي يستخلصوا النتائج. أنا قلت لهم البرامج الجديدة والمنظومة الجديدة دي أسرع مما بالنسبة لنا إحنا الأساتذة القدام، إن أنا أقول أنا هروح أدرس النهاردة برنامج رقمي. لا، أنا عارف البرامج الرقمية إيه، لكن الرؤية بتاع الأساتذة اللي هم أسسوا المكان وليهم خبرات هتبقى أسرع من أي حد، لأنك محتاج الرؤية. كل الناس اللي اشتغلوا ناس تقنيين وناس أصحاب رؤية. أرجو أن الله سبحانه وتعالى يأذن لنا ومعانا كبار التنفيذيين. دكتور معتز ده يعني هو أكبر شخصية تنفيذية في مجال العمارة في مصر، فلما بيسمعنا ده وقته ثمين جدا، وهو إن شاء الله يكون في تعاون. أنا لا أتكلم بشكل شخصي، لكن دكتور معتز إن شاء الله بوضعه كهو نقيب المعاملين في مصر زي ما سبق تقديمه، إذا كان في أي رؤية مستقبلية أو أي تطورات إن شاء الله أنا لا أتعامل بشكل شخصي، أنا هقدمها من خلال الشانل بتاعة قسم العمارة في الشروق، يكون لنا السبق إن شاء الله. دكتور معتز هيكون لنا السبق في البرامج النقابة عايزة تعملها، ويكون لنا العطاء. الخريجين هم الأزرع التي تمثل أن العالم كله في متناول يدينا، في ناس في دول عربية وناس دول أجنبية، نحن نرى من خلالكم ونسمع من خلالكم، والتطور برضو هيكون من خلالكم. إذا كان حاضر عدد بسيط
نوعا ما، لان احنا حجمنا كبير، احنا بقالنا 25 سنه زي ما الدكتور معتز ما تفضل وقال، فالاصول العدد هيبقى اكبر. احنا كان في مقترح كنا عاملينه في مع الساده الاساتذه، ان احنا ازاي هنعمل قواعد المنظومه الرقميه، ولان دي وسيله التواصل المتاحه امامنا. الحاجات دي محتاجه وقت ومحتاجه امكانيات، الاداره بتعمل جهده يكون في قاعده الكترونيه قويه والمنصه، وازاي هنطور نفسنا. يعني ان شاء الله انا لا استطيع ان اعد الوعد في حدود اطار الشخصي، ان ما استطيع القيام به ساقدمه للاداره وسياده العميد وسياده النقيب المعماريين حتى يستفيد منه الجميع باسم الشروق. الحمد لله أنا الله سبحانه وتعالى اعطاني الكثير اكثر مما كنت ارى اني ساصل اليه. يكفي ان الواحد يرى النمو بتاع القسم وبتاع المعهد، واشكر الجميع على حسن الاجتماع. التفاصيل تسكون في لقاءات قادمه لما يكون في ايدي حاجه اقدر اتكلم بيها، لكن مجهودات قائمه. وسياده العميد كان صبور جدا معايا، احنا من وقت الكورونا السنه اللي فاتت على اتصال دائم معاه في مقترحاته وفي مناقشات، وبحاول أؤدي واجبي اتجاه الله واتجاه وطني واتجاه المعهد اللي هو بيتي اللي بفخر بيه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته ويدعمه هو وكل أبنائه الخريجين والعاملين فيه. شكرا جزيلا، جزاكم الله كل خيرا. شكرا سيادة العميد، شكرا رئيس القسم، شكرا القسم، شكرا للحضور، وإن شاء الله في اللقاء الملتقى القادم يكون هناك الكثير مما سنقدمه وسوف نناقشه مما قدمنا. جزاكم الله كل خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك يا دكتور سامي على الكلمة القيمة دي، دايما حضرتك بتثري القسم وبتثرينا بأفكارك القيمة وبوجودك معانا، فألف شكر على الكلمة الجميلة القيمة دي. وبس انا عشان انا خرجت النت فصل عندي، يعني ما جانيش الفرصه ان انا اشكر دكتور معتز يعني على الكلمه اللي القاها والاضافه العظيمه اللي اضافها لنا النهارده. طبعا ان شاء الله يا دكتور باذن الله بكره هنكون معاكم في النقابه علشان نشوف التعديلات اللي حصلت والتغييرات اللي حصلت ونبدي راينا فيها، وان شاء الله كلنا مع بعض نتعاون لمصلحه المهنه ومصلحه العمل المعماري، وربنا يوفقنا كلنا باذن الله. دلوقتي نتكلم بقى نسمع الدكتورة رندا منسقة القسم لبرنامج عمارة ونائب رئيس القسم الحقيقة، وهنشوف عايزينها تكلمنا بقى شوية تقول لنا ازاي نقدر نطور البرنامج المعماري وازاي نقدر ناخده في الاتجاه اللي العالم كله ماشي فيه دلوقتي. فاحنا هنسمع كلمتك يا دكتورة رندا بقى تضيف لنا بقى خبرتك في المجال. تفضل يا دكتورة. شكرا دكتورة منال، كنا عايزين نسمع برضه آراء الخريجين بعد الدكتورة رندا. يعني احنا بعد الدكتورة رندا ان شاء الله هنبدأ نسمع الخريجين القدام اللي هم أثروا تجربة الخريجين مع التعليم المعماري. هنسمع للبشمهندس إسلام، بشمهندس سمري، بشمهندس باري، عايزين نسمع تجربتهم ايه. كل واحد كده هيكلمنا كده 5 دقايق يقول لنا هو عمل ايه ولقى ايه من خبرته في التعاون مع القسم في مجال التعليم المعماري. فان شاء الله يا وبعد كده نسمع اراء كل معماري يعني في 5 دقايق عبقى. يعني احنا جايين نسمعهم كلهم الاول مش هم اللي يسمعونا. بالظبط كده، يعني نقول لهم اللي عندنا وقولوا لنا اللي عندهم. اتفضلي يا دكتوره رنده. اتفضلي. شكرا دكتوره منال، واسفه ان انا قطعت ودخلت قبل دكتور سامي، بس يمكن علشان النت عندي بدا يضعف معرفش ليه. انا النهارده كنت هتكلم بس على ان احنا كمعهد وكقسم دايما لينا فيجن ان احنا نطلع كفاءات ونطور قدرات ومهارات عند الطلبه. فبيكون طبعا دايما السؤال ايه هي الأسباب الحقيقية اللي ممكن نوصل بيها للكفاءة والقدرة؟ هل هي المقررات ولا استراتيجيات التعليم والتعلم أو أساليب التعليم والتعلم اللي إحنا بنتبعها، ولا الأنشطة المستمرة، ولا التدريب الميداني، ولا القدرة المؤسسية والتسهيلات الداعمة
البرنامج بيقدمها للطلبة ولا الدعم الطلابي، كل دي بتبقى تساؤلات في دماغنا إحنا علشان نعرف إزاي نطور الطالب وإزاي يصبح خريج متميز في السوق. فيمكن دي شوية أسئلة أنا أحب كل واحد فيكو يبتدي يشوف إيه هي المداخل الحقيقية اللي نقدر نطور بيها الطالب ويبقى خريج متميز في السوق النهاردة المصري والعالمي. في نفس الوقت عايزة أقول هل الخبرات بقى اللي إحنا بنكتسبها كطلاب حتى أن نصل إلى خريجين، هل دي بتكون النهاردة ناتج التعليم الذاتي ولا الخبرات المكتسبة من الأساتذة بتاعتنا، سواء كانت أساتذة معينين أو أساتذة إحنا بنجيبهم لاند ماركس في السوق المهني زي دكتور عصام صفي الدين مثلا. فنفسنا نسمع النهاردة أراءكم في المدخلات الخاصة بعمليات التطوير علشان دايما إن شاء الله نبقى إحنا في صدارة التقدم بإذن الله ونبقى من أحسن الأماكن اللي بتخرج مهندسين متميزين. يمكن ده كل اللي كنت عايزة النهاردة أتكلم فيه، مش هطيل عليكم عشان نحب نسمع برضو أراءكم. شكرا لكم جميعا. هنفتح دلوقتي للحديث بقى معاكم، يعني عايزين كده كل واحد كده يقول لنا رأيه إيه وإزاي يدينا أفكار إزاي يطور البرنامج المعماري، ويقول دينا أفكار إزاي نتعاون مع بعض. يعني إحنا ممكن إيه اللي ممكن نقدمه لكم بعد ما تتخرجوا وإيه اللي ممكن تقدمه لنا بعد ما تتخرجوا. فعايز أسمع أفكار كتيرة بقى تطري العمليات التعليمية وتدينا أفكار لأنشطة ممكن نتبادلها مع بعض. فمين يحب يتكلم؟ يعني السلام عليكم. عليكم السلام. باشمهندس إسلام تفضل. ازيك يا دكتور؟ احب الاول اشكر دكتور سامي ابويا في القسم، واستاذي طبعا دكتور معتز استاذي الكبير، ودكتور منال اساتذتي الثلاثه. والصراحه طبعا بعد ما اتخرجت اتقابلت كتير مواقف في الشغل، كان في كذا موقف يبقى يمثله موقف مع دكتور سامي مثلا في ماده التصميم. بفتكر المواقف اللي حصل بيننا يعني، ومع دكتور معتز برضو في ماده النظريات بالذات، مع دكتور منال في ماده التاريخ او ماده الديزاين. بفتكر مواقف كتير بتحصل معايا بقول انا اتعلمت صح في الحته دي. طبعا انا يعني عاشرت كتير، يعني مش بقول ان انا يعني عندي خبره عاليه الحمد لله، يعني 10 سنين بس اشتغلت في حاجات كتير شويه، يعني عافرت شويه ولقيت معافرتي دي السبب الرئيسي بتاعها ان انا اتعلمت صح، او اتعلمت صح من اساتذه كبيره صح، ف يعني الاساس بتاعي كان صح يعني. تمام. طبعا في دكاتره تانية لسه يمكن مش معانا دلوقتي في القسم، دكتور اشرف المهداوي ودكتور ايهاب راشد، باقي الدكاتره التانيين يعني الحمد لله كان الفتره دي كان فيها دكاتره علمتنا صح يعني. وبرده حاليا الوضع الموجودين حاليا برده دكاتره على راسنا طبعا، وتعلمنا منهم حتى لما بقينا معيدين معاهم في الاستاف بتعلم انا لسه جديد منهم يعني. دي النقطه الاولانيه. انا لما حضرتك بتسالي استفدتوا ايه، وهل وانتوا شغالين في السوق لقيتوا فعلا اللي انتوا اتعلمتوا اللي عملتوه في السوق فعلا عندكم خلفيه عنه من الكليه، فادتكم يعني الكليه ولا لا؟ فادتنا، استفدنا كتير. وكنت كمان بلاقي الفرق بيني مثلا وبين معهد تاني يعني بدون ذكر اسمائهم، لا في فرق، في فرق ان كان على الاقل الدكاتره عندنا كانت بتدينا فرصه اطلع بره اعافر شويه حتى وانا بدرس. يعني أذكر موقف لما كان دكتور معتز مثلا خلانا نروح نصور بيت السحيمي وما كانش لسه شرح حاجة فيه، وجينا إحنا اللي شرحنا. أذكر موقف لما كان دكتور منال بتخلينا ننزل نصور الأماكن الأثرية علشان نبتدي نعرفها ونحسها الأول بعد كده نعرضها. دي كانت تجربة حلوة جدا وسريعة اتعلمنا منها بسرعة. فخدنا نفس الطريقة دي برضو لما نزلنا في الكلية عشان نبتدي ندي من خبراتنا، عملنا نفس الطريقة فنفعت مع الطلبة. فأنا شايف إن الطريقة دي أفضل طريقة. لو حضرتك بتسألي نفيدكم بيه أو إيه اللي تقولوه يفيد القسم، فعلا الطريقة دي أفضل، إن أنا أخلي الطالب يحس الحاجة، مش إنه ياخد بالمعلقة أو مش إنه هو ياخد من السبورة أو مش إنه هو ياخد بداتا شو المادة وبس، لا لازم أخليه يشارك أكتر، يعني لازم ينزل ويجري ويجيب المعلومة ويعني أخليه يعمل كده يعني.
دي كانت من ضمن النقط اللي الصوت مش سامع. ألو باشمهندس اسلام، كنت عايزه اسال احنا بقى انت كخريج المعهد ممكن يقدم لك ايه؟ يعني يقدم لي ايه من ناحيه معلومات مثلا في الشغل؟ ايه الخدمات اللي ممكن نقدمها للخريجين بعد ما يتخرجوا؟ هي طبعا انا لو حبيت اتكلم مع دكتور معين في مجال معين هو استاذ فيه، يبقى الموضوع يبقى سهل ان انا اروح السلام عليكم عايز اكلم دكتور مثلا من الدكاتره مثلا شغال في مجال التاورز مثلا، فالاقيه هناك فاقعد اتكلم معاه فيديني خبرته. لو انا واحد بحضر ماجستير فاروح اتناقش معاه مجرد نقاش فالموضوع يبقى سهل. دي نقطه متهالي اللي انا هبقى مستفيد منه، ان انا دلوقتي فاتح مكتب، الطالب اللي يطلع من المعهد يكون يفيدني في الشغل، يعني لما اعمل معاه انترفيو. دي افاده تانية على فكره، طريقه غير مباشره، يعني الافاده هي مش مباشره، الافاده الطريقه غير مباشره، ان انا لما هو يجي يعمل معايا انترفيو احس ان انا هبقى معتمد عليه، انه خريج من مكان انا ضامن فيه ضمنه يعني. تمام، شكرا يا باشمهندس اسلام، تسلم لي باشمهندس الله يخليك، تسلم لنا على الكلمه الجميله دي ومتشكرين جدا. طيب مين معانا؟ مهندس رمضان معانا، محمد رمضان معانا. طيب مين يحب يقدر يدخل ويحب يضيف؟ السلام عليكم، انا محمد السمري. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا سمري، ازيك؟ الحمد لله تمام زي حضرتك. انا يعني احب ارحب طبعا بحضرتك على المؤتمر الجميل ده، واشكرك على الفرصه الجميله دي، واشكر الدكتور سامي الاب الروحي لقسم عماره اللي انا يعني كنت يعني متربي على ايديه في الكليه، وهو رئيس القسم الفتره اللي انا كنت فيها، والدكتور معتز طبعا والعلم اللي علمه لنا. انا بس احب اضيف على الحاجات اللي اسلام قالها، ان الحاجات اللي احنا كنا بندور عليها في الخريج اتطورت مع مرور الوقت. يعني انا كانت اهم حاجه زمان في الخريج انه يبقى جايب تقدير عشان يقدر يشتغل بسهوله سواء في الجامعه او يشتغل بسهوله في اي مكان تاني. بعد كده الموضوع لا بقاش كده، مش بالتقدير، بقى الموضوع بعد كده انت بتعرف تشتغل برامج ايه. كل ما تكون تعرف تشتغل برامج كويس كل ما تقدر تشتغل وهتقدم للمكان اللي انت فيه. وبعد كده ما بقاش كده، لا الموضوع اتطور اكتر، ان انا ممكن يجي لي حد بيعرف يشتغل برنامج كويس جدا بس مش بيعرف يفكر، بيحتاج حد يقول له يعمل ايه. لا انا بقى السوق او الماركت بقى محتاج حد بيعرف يفكر حرك، مش مجرد ان انا بعرف اشتغل في برنامج بس، لا انا بتقابلني مشكله طب هتصرف وحلها ازاي؟ هتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ ازاي هوصل للهدف اللي انا عايزه؟ طيب اللي انا اتعلمته في الكلية هو كان الحتة الاخيرة دي، ودي دي اهم حاجة سواء بقى في كلية عمار او في اي كلية بتخرج حد، دي نقطة مهمة جدا. يعني احنا على دكتور معتز على قد ما هو كان بنخاف منه في الموضوع ده وكان بيقصى علينا جدا، بس الابحاث لما كان بيرمينا كده في البحر، انا عايز بحث عن زي مثلا البيت السحيمي او اي موضوع من المواضيع اللي كان بيديها لنا، كنا بننزل نشوف هنعمل ده ازاي وهنقدمه ازاي والمعلومات هنجيبها منين، هو ما كانش بيدينا حاجه، هو انا عايز الموضوع. الخبره اللي جت لنا من الموضوع ده بتخلينا تفيدنا في الحياه عامه او في الشغل، ان انا لما تقابلني مشكله هعرف هنزل ادور على الداتا. يعني كان دكتور معتز برضو بيشرح لنا، كان مدينا الماده بتاعت ازاي اعمل البحث وازاي احل المشكله وخطوات حل المشكله، كل ده مهم جدا، على قد ما هو يبان ان هو حاجه بسيطه وسهله بس ان انا اشتغل بيها او ان انا تبقى لايف ستايل عندي، ده مهم جدا في الخريج، ان هو لما يبقى بيعرف يتصرف مش يقف لي في مشكله وما بيعرفش يتصرف ومستني حد يقول له يعمل ايه. فطريقته كلها في الابحاث برضو اللي عملناها مع حضرتك والابحاث اللي عملناها مع الدكتور اشرف المهداوي، كل الكلام ده بصراحه انا شايفه مهم جدا لتكوين الشخصيه اللي تنزل السوق تعرف تتصرف في البوزيشن اللي هي فيه، لان البوزيشن او التخصص بتاعنا مش واحد زائد واحد بيساوي اتنين، ده كل حاجه ما فيهاش روتين خالص، كل يوم بيبقى مختلف وكل مشروع بيبقى مختلف ومفيش مشكله بتبقى شبه اللي قبلها، قليل جدا لما مشاكل بتتكرر. فهي دي اهم حاجه، ان الطالب يخارج انا هعرف اتصرف، حطني في الحته دي انا هعرف اقول لي انت عايز ايه وانا هتصرف. تمام، طيب ما قلتلناش يا سمري احنا ممكن نقدم ايه بعد تخرجكم للخريجين؟ هو مش هيبقى لي انا كشخص، احنا بنتكلم التقديم يبقى تقديم للمجتمع، ان الطلبه اللي خارجه بتبقى عندها من الفكر والعلم انها
تقدر تملأ أي مكان تخش فيه، بحيث إن أنا أرجع للثقة بتاعت خريج هندسة الشروق قسم عمارة، ده قسم قوي جدا ومعروف إن هو من الأقسام التقيلة في القسم دوت، فببقى مطمن نوعا ما إن هو خريج القسم ده في الجامعة ديت. ده كشغل أو كالمجتمع. بالنسبة لي أنا يعني التواصل مع القسم كإدارة وطلبة وكمعيدين، التواصل الاجتماعي ده بالنسبة لي ده اللي ببقى محتاجه، إن أنا اللي بقى فيه دايما تواصل، فيه دايما قنوات اتصال ما بيننا وبين بعض، بحيث إن أي حد محتاج استشارة، محتاج معلومة معينة في حاجة عند حد تاني يقدر يوصلها بسهولة، ما يدورش عليها برة. إحنا أصلا كوميونيتي مع بعض، فنبقى عارفين كل واحد شاطر في إيه، بحيث إن أنا يوم محتاج معلومة في الحتة دي انا هروح لفلان على طول، انا هعرف اوصل له بسهوله. شكرا يا سامرين. معلش يا دكتور، ممكن اعلق تعليق صغير؟ اتفضل يا دكتور. الدكتور عايز اعلي. دكتور عايز اعلي. لا 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 هقول الكلام اللي حضرتك بتقوله انا مقتنع بيه. انا فعلا كنت بخاف لان بشوف انا مجتمع الايو سي عاملين جروب ليهم بيسمينه ايو سيز. الجروب دوت اي واحد عنده مشكلة، يعني ابن خالي هو خريج هناك وكان عايز يدور على البان بطلع بطريقة معينة، كتب على الجروب، جاله كذا واحد من زمايله اللي شغالين في الموضوع ده، واحد تاني كان بيتكلم على حاجة في الباثولوجي، واحد حلها له. لما بتبقى فيه ناس من الكوميونتي دوت واثقين في بعضهم، ودي اهم حاجة، انهم انا عارف ان ده زميلي كان خريج الشروق، ففي بيننا وبين بعض نوع من انواع الالفه والتالف، بتلاقينا كلنا هنخدم على بعض. فانا طبعا مقتنع بفكره ان احنا يبقى عندنا جروب للمعماريين للشروق، دي هتبقى لما كل الخريجين، دي هتبقى فكره ممتازه جدا، ولو نقدر دكتوره منال تبدا فيها هتبقى حاجه هايله. يعني احنا دكتور عاملين جروب للخريجين، وفعلا وبدأوا الخريجين كتير دخلوا فيه، ولدرجة ان بقى فيه فرص عمل. الخريجين اللي بيشتغلوا في شركات بقوا بيكتبوا على الجروب ده، احنا محتاجين مهندسين في المجال ده، فبدأوا كمان الخريجين يتفاعلوا ان هم بيشغلوا بعض دلوقتي. فدي انا لاحظتها وكانت حاجة جميلة جدا، وكانت اضافة كبيرة ان الخريجين بيشغلوا بعض كمان دلوقتي. فطبعا كل واحد بيجيب التاني، دي حاجة فتحت سوق عمل كبير ليهم كمان. في نقطة تانية، انا مع مقرر لجنة التعليم الهندسي في النقابة، فمعايا الدكتور أيمن عاشور، فبيقول لها معتز انت احتلت المكتب عندي، انا كل الناس اللي شغالة في المكتب عندي مش عين شمس، كلهم هندسة الشروق. فدي يعني حاجة كبيرة جدا، يعني ان احنا في مكتب عميد هندسة عين شمس ناس كتيرة جدا من عندنا خريج الشروق شغالة في مكتبه، يبقى دي تعبر عن ثقة المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي في خريج الشروق. الحاجات اللي كان الناس بيوصل ليها ان الدكتور سامي متشدد شوية ومعتز متشدد والدكتور مصطفى متشدد، انما كان هدفنا ان احنا نوصل للسمعة ديت، ان النهاردة خريج هندسة الشروق وخريج قسم العمارة ده من الاقسام الايه المتميزة جدا، اللي خارجها متميز جدا، وما يبقاش مجرد كلام بيتقال، لأ دي مجرد واقع الناس كلها شايفة. فانا اولا استحال ازعل من ولادي لانهم كلهم ولادي، وانا بخاف عليكم كلكم زي بنتي. يعني شكرا. شكرا يا دكتور، ربنا يخليك. انا احتاج انت ملحوظه صغيره، غالبا نتيجه اللقاء ده سيادتك هتشيل جدول في الترم الثاني بعد اذنك، يعني انا الاقي قالوا النجاح فسيادتك هتشيل جدول بعد اذنك عشان نطلع الاجيال الجايه بنفس المنهجيه. دكتوره منال بقى الدكتور معتز سجليه معانا شوف. لا يا دكتور، هو عملت له جدول خلاص، هو دلوقتي مشروع تخرج، صح يا دكتور؟ خلاص بالظبط. هو معانا في مشروع التخرج، ما نقدرش نسيب الكبيره دي. طيب ممكن نسمع بقى حد تاني. انا كنت حابب اقول حاجه صغيره، بعت الاتصال بيكم. فانا اسف، الدكتوره قلت دخلت عليا وانا بتكلم، اعتذرت لها وقلت لها كمل اجتماعي الاول ولحد 10 ونص هبكلمك بعديها، فانا اسف ان انا خرجت كده يعني باي فورس، يعني ما كانش هدف ان انا اخرج. شكرا يا دكتور، ربنا يخليك. يعني ماشي، شكرا. وتسلم لحضرتك
سامي يعني قول لي ايه اللي انا عايز نعمله انا اعمله. يعني حضرتك من افضل الناس في مصر اللي درسوا انك تعلمهم ازاي يعملوا الابحاث العلميه دي حاجه مفتقده، لان العالم الان اي خريج اي حاجه لازم يعمل حاجه اسمها الاعمال التحضيريه اللي سيادتك محترف فيها. الاعمال التحضيريه هي نوعيه الابحاث وازاي يجيب المعلومه ازاي يقدمها ازاي يفكر البحث العلمي، فحضرتك فعلا محترف فيها. اذا ممكن ان ده يتحط في كورس حتى سيادتك تبقى موجود فيه، هو تبقى يعني ساعتين في الاسبوع يعني او حاجه. ممكن اديها لهم كمحاضرات في الوقت اللي هو يناسبهم، وعلى مدى مثلا اربع محاضرات مثلا في توقيتات محدده اقعد معاهم يعني لمده مثلا على زوم على اللقاء بالاسلوب اللي هم عايزينه. يعني القصه دي انا بعملها مع مجموعه معماريين في الاقصر وفي اسوان، لانهم عندهم حبه حاجات كانوا مفتقدينها في قوانين التصالح، فانا بعملها على مستوى حوالي 8 محافظات في مصر، ان انا بعمل لقاءات مع حتى المحافظ وسكرتاريه المحافظ والمهندسين عشان تطبيق قواعد التصالح والكلام ده، فبعملها محاضره ساعتين على زوم في اي وقت هم يعوزوه يعني. بس فانا تحت امرهم الولادي الاول يعني. حضرتك كده ممكن الخريجين بقى تعمل لهم محاضرات في بعض الموضوعات اللي تهم مهنتهم، هم يقولوا لنا على الجروب هم عايزين موضوعات ايه الموضوعات اللي تهمهم، وحضرتك تقدر تسبورت بالمحاضرة بتاعت حضرتك علشان ندعم لهم بالمعلومات اللي ممكن تكون محتاجينها بعد ما تخرجوا. فاحنا كده يا دكتور هنظبط بقى، وان حضرتك بقى تدينا محاضرات الخريجين. لا لا انا ممكن ابعت لحضراتكم دلوقتي، لسه الوزارة الحكم المحلي بعتالي التعديلات اللي احنا كنا عملناها كشعبة معمارية على القانون، وخصوصا في بالذات المهندس المعماري. ممكن ابعت لكم التعديلات اللي احنا طلبناها وهم عملوها وبعتنها لي تاني للمراجعة. ممكن ابعتها دلوقتي للدكتورة منال وهي تنزلها على الجروب. ممكن ابعت لكم اللائحة بتاعت المسابقات، اللائحة يعني اي داتا انتوا عايزينها في المجالات ديت دي متوفرة الحمد لله عندي، نتيجة انها دايما بنسأل فيها كشعبة، وانا هرد عليكم بمنتهى الوضوح والصراحه، لان ما ينفعش اكذب عليكم ولا داري يعني. فاللي انتوا طيب عايزينه قولوا لي عليه وانا اعمله يعني. طيب نستسمح حضرتك ضمك لجروب الخريجين يا دكتور، عشان لو حد فيهم محتاج اي دعم من حضرتك في اي مجال من المجالات بصفتك عميد الكليه ونقيب المعماريين حضرتك تبقى معانا. فبستسمح حضرتك تبقى معانا في الجروب الخريجين. ماشي اوكي، تحت امرك حضرتك. ربنا يخليك يا دكتور. انا هستاذنكم دلوقتي ان انا هطلع عشان عندي اجتماع، وهحاول اخلصه في نص ساعه وارجع لحضرتك. طيب يا دكتور اتفضل. شكرا يا دكتور. شكرا. حد تاني يدخل يتكلم يقول رايه؟ عايزين نسمع لكم. احنا النهارده جايين. معلش يا دكتور عايز حاجه تكمله. معلش انا اسف. هو احنا من ساعه ما رجعنا تاني الاكاديميه من 3 سنين تقريبا، في كذا طالب جه واتدرب عندنا في المكتب، بنات واولاد. تمام. كنا بنسألهم السؤال ده بعد ما بيخلصوا، انت استفدت ايه وتعلمت ايه؟ تمام. وكان فعلا بيبقى فيه اجابات جميله جدا، واستفادوا حاجات كتير سواء كان في طريقه الشغل على الكمبيوتر او في المواقع. انا من ضمن الطريقه اللي اتعلمتها من حضراتكم ان انا ارمي اللي بيجي يتدرب عندي في الموقع وامشي بسيبه اشوفه هيتعامل ازاي بالاساسيات اللي عنده، بعد كده برجع بعلمه بيه. انا بس كنت عايز اقولها دي، انا استفدت وبضيف يعني بفيد بيه غيري ازاي. بس شكرا كده يا باشمهندس اسلام، ربنا يخليك. الف شكر. ممكن حد تاني بقى ينضم لينا ويقول لنا رايه؟ نسمع له. حد ينضم لينا ويسمع له؟ محمد مجدي، محمد الجبري، محمد رمضان، شايفاكو اتفضلوا. مساء الخير يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا رمضان، قاعد بس الصبح مش عايز تتكلم، اتفضل. اخبارك يا دكتور؟ الحمد لله. انا بسمع بس يا دكتور، اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام. احنا عايزين نسمع لك. مساء الخير عليكم. الاول نبدا دكتور، يعني بحب ارحب دكتور منال، دكتور معتز، دكتور سامي، دكتور رندا. بجد والله يمكن الواحد الملتقى ده حاجه كويسه جدا، ان هو في ناس كتير كانوا معايا ايام ما كان طالب وبقوا موجودين دلوقتي معانا هنا في الملتقى او اتخرجوا. فدي فعلا يعني الواحد مفتقد لايام الدراسه ولو انه لسه عايش فيها شويه. بس فعلا زي ما باشمهندس اسلام قال من شويه، ودكتور معتز لسه مأكد على المعلومه، ان قسم عماره اكاديميه الشروق بره في السوق ليه اسم كبير جدا،
يعني يكفي. انا في مكتب اللي هو بتاع بنت دكتور باهر من ساعه لما اتخرجت. احنا معانا حد بس من 100 اكتوبر او من معهد اكتوبر، الباقي كله الاستاف كان شروق، منهم اتنين دفعتي والناس دفعه 2017 وناس من الدفعه الاكبر مني. فهي فعلا لا، الاكاديميه ليها اسم كويس جدا في السوق بره. هي في نقطه بس مش عارف هي وقعت ولا انا اللي مش حاسس بالنقطه دي. كان في ماده دكتور معتز بيدرسها لنا احنا طلبه اللي هي المعايير، ماده المعايير التصميميه، حاسس ان هي يعني فيها قصور شويه مع الناس اللي لسه متخرجين. لما بنيجي نتكلم مثلا في الحته دي او الاشتراطات بتاعه البناء او حاجه زي كده، بتلاقي فيهم عندهم فقد كبير في النقطه دي، ان محدش عارف الاشتراطات البنائيه عامله ازاي، الكود بيتكلم في ايه او بيحكي في ايه. ف انا شايف ان لو الخريجين درسوا حاجه زي كده هتفرق معاهم جدا. يعني احنا خدنا الماده دي مع دكتور معتز في سنه اولى وثانيه، وفعلا فرقت معانا كتير جدا بعد لما اتخرجنا. انه كان بيدينا معايير تصميميه، وكل اسبوع عندنا النهارده هناخد معايير مدارس، ونقعد ندور على المدارس الاشتراطات بتاعتها عامله ايه ومقاسات وابعاد والحاجات دي. دكتور سامي كان بيهتم جدا بالنقطه دي في ماده الديزاين. بنيجي بعد كده خدنا اللي هو اسس التصميم بتاع كل الحاجات دي. فدي فعلا كانت فرقه معانا. لما باجي اتكلم مع ناس دلوقتي في سنه ثالثه او في سنه رابعه عن الاشتراطات، بحس في كسور جامد في الحته دي. ومع الدفعه اللي اتخرجت سواء السنه اللي قبلها، حاسس ان دفعات مؤخرا مفيش اهتمام بالجزء ده شويه. بس فعلا القسم يعني مش يعني القسم عشنا فيه افضل ايام طبعا، ومأثره فينا جدا لحد النهارده بقى، كانت من زيارات من خروجات. حضرتك طبعا يعني شفت دفعتنا كانت عامله ازاي في الخروج. بس يعني فانا فعلا لو شايف الخريجين محتاجين نقطه، هي النقطه دي بس، حته المعايير والاشتراطات حاسس عندهم كسور شويه فيها. فيما عدا ذلك القسم طبعا لا يعلى عليه بالنسبه لاقسام عماره على مستوى الجمهوريه كلها. الصوت يا دكتور مش شغال. محمد نور. يا دكتور مع حضرتك. اتفضل يا محمد. دكتور هو أيوة. الصوت بيقطع عن حضرتك شويه، مش عارف الصوت بيقطع من عندي ولا من عند حضرتك. بس يعني يكفي ان احنا يعني انا كنت في اجتماعات قبل كده في هيئه المجتمعات العمرانيه، كان في معانا مثلا مهندس اسمه حاتم حسن بيتكلم، ففي وسط الاجتماع بيقول لي انت خريج جامعه القاهره، بقول له لا انا خريج الشروق، بقول اصل الناس الفراوده اللي هي بالشكل ده دايما بيكونوا من جامعه القاهره. فدي حاجه كويسه ان بقى في انطباع عن خريج الشروق ان هم بيضاهوا اي جامعه حكوميه، الناس شايفه ان هي بتخرج افضل مهندسين. لا احنا عندنا كفاءات كويسه جدا في الشروق، ثابتين نفسهم في اماكن كتير. فدي طبعا حاجه بتخلي الواحد طول الوقت فخور ان هو اتخرج من الاكاديميه. ربنا يخليك يا محمد. انتوا عارفين احلى حاجه بتتعلموها ايه في البرنامج؟ التعلم الذاتي، ان احنا بنعلمكم ازاي تعلموا نفسكم. عشان كده حتى لما بتقابلكم حاجه ما تعلمتوهاش في الكليه بتعرفوا ازاي تعلموها لنفسكم. ودي اهم من المعلومه نفسها، ازاي تصطاد سمكه مش بنديك السمكه. فدي الحاجه بتميز خريج عماره، ودي اتقالت لي من كذا جهه عمل، قالوا لي الخريجين بتوعكم فيهم ميزه، لو قلت لهم اعمل ده حتى لو ما يعرفهاش يقول لك اه اعرف اعملها، ويخطط شويه وليه جاي يعملها. فانتوا عندكم الخريج بتاعكم ما بيقولش ما اعرفش، لكن يقدر يتعلم يعلم نفسه اي حاجه. ودي شهاده قالوها لي اكتر من جهه وظفت خريجين من عندنا. دي حقيقه يا دكتور. ودي هترجع كمان ان احنا بنفضل على تواصل مع الاستاف حتى بعد التخرج. يعني انا في اول تخرجي افتكر ان انا كنت بعرف حاجات كتير، كان مهندس خالد عبد اللطيف بيلحقني فيها، مهندس هشام بيلحقني في حاجات، مهندس كمان دكتور كمان الجبلاوي حاليا كان معيد على ايامنا، كان مهندس كمال كان بيلحقونا في حاجات كتير لما نيجي نقع فيها في الشغل. كان مهندس هشام عبد الوهاب هندسه النقطه دي انا مش عارف اعملها، كنت يقول لي اعمل فيها كذا. فدي طبعا فرقه جدا في اماكن كتير. بعد ما الطالب اتخرج خلاص بقى انت اتخرجت تعيش حياتك، انما لا الشروق مفيش فيها الحته دي. يمكن لما بتخرج مثلا احتجت حاجه من دكتور منال، يا دكتور اعمل كذا في النقطه دي، لا خليها كذا، او اعمل فيها النقطه دي، او لا دي بنفكر فيها بالطريقه دي. فدي نقطه طبعا كويسه جدا بالنسبه للاكاديميه. المايك مقفول عند حضرتك يا دكتور. قول لنا عايز تقول ايه يا فادي. فادي عايز تقول ايه؟
طب حلو. طب ممكن اعرف الناس بتكتب ايه يا فادي؟ طيب يعني هما اللي هي ايه لوائح وايه في ايه؟ الو. ايوه الو. ايوه الو. ايوه من كده دكتور منال. ايوه ازيك يا محمد، اهلا بيك. اه الصوت واضح، اهلا بيك يا محمد. ازاي حضرتك؟ ازيك، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك؟ تحياتي لحضرتك والكل الموجودين، دكتور معتز، دكتور سامي، دكتوره رندا، كل الاساتذه اللي احنا بنفخر بيهم وبنشرف بيهم دايما. وفعلا يعني انا مش قادر اقول لحضرتك السعاده اللي انا فيها ان انا بتواصل مع حضراتكم دلوقتي. احنا سعداء بيكم والله ان انتوا يعني بعد ما اتخرجتوا قلنا لكم تعالوا وتجاوبتوا على طول وجيتوا وانضميتوا للملتقى، فانا طبعا فخوره جدا ان انتوا كلكم تجاوبتوا معانا بالتجاوب الكبير ده، وميرسي جدا يا محمد. وعايزين نسمع بقى، قول لنا اللي انت عايز تقوله لي. عايز تقول لنا ايه يا محمد؟ دي اقل حاجه يا دكتور نقدمها لحضراتكم. برضو الكلام اللي زمايلي المهندسين قالوه، احنا فعلا بعد ما اتخرجنا حسينا بفرق كبير ما بيننا وما بين كل الكليات التانية، حتى يعني جامعات حكومية زي جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية. لما نزلنا سوق العمل لا حسينا ان احنا فعلا في مكانة كويسة جدا 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 بتعادل الكليات دي. يعني انا مثلا بالنسبة لي في شغلي معايا مهندسين زمايلي من نفس دفعتي جامعة القاهرة وجامعة المنيا، لا حسيت ان احنا فعلا بعد ما اتخرجنا من الجامعة واقفين على ارض صلبة، يعني واقفين كده. انا من الشروق يعني بقولها، وانا فخور يعني. بالنسبة برضو في حاجة برضو كنت عايز اقول عليها، تعلمناها برضو بعد ما اتخرجنا من الكلية، الجانب اللي هو الجانب الانشائي شوية. دائما كان كل التركيز على الجانب الديزاين والاسس التصميميه، وفعلا كان عندنا برضو زي محاضرات الانشاء المعماري وكده اتعلمنا فيها حاجات كتير جدا، بس حسينا برضو ان في حاجات كنا محتاجين نعرفها اكتر زي اعمال المقايسات واعمال الحصر، وازاي مثلا اعمل مقايسه، ازاي مثلا اغير مثلا اسعاره، ازاي التكلفه قد ايه، كل الحاجات دي برضو كنا محتاجين برضو نعدي عليها يعني ولو بمرور بسيط، عشان حتى الخريج وهو بعد ما يطلع من الكليه يبقى عنده فكره عن المواضيع دي. انت عارف يا محمد يمكن بعد ما اتعلمناها بعد تخرجنا والحمد لله احنا كويسين. انت عارف يا محمد ان بعد ما اتخرجتوا اللائحه بقى فيها مادة كميات مواصفات في سنة ثالثة، وبتدرس كمادة لوحدها، وفي آخر السنة بتسلموا كراسة بمشروع متكامل بالكميات والمواصفات بكل حاجة فيه، وامتحان آخر السنة بيتوزع على الطلبة كراسة مواصفات بيحل فيها الامتحان. فاحنا فعلا تواكبنا مع متطلبات السوق وعرفنا الكلام ده وتجاوبنا فعلا معاه. بالاضافه للحاجه الثانيه يمكن انت ما معترضتهاش، ان احنا من سنتين بدانا نعقد بروتوكولات مع شركات تدريب اثناء العام الدراسي. الدكاتره بيصمموا البرنامج التدريبي وبيكتبوه، دكاتره انشاء اولى وثانيه ووركينج ثالثه يكتبوا لنا البرنامج التدريبي، بنديه للشركه في المقاولين العرب ونودي لها البرنامج التدريبي، وهم بياخدوا الطلبه وبيقسموهم لمجموعات، كل مجموعه 25 طالب، وبيدوهم التدريب اللي الدكاتره اللي بيدرسوا المواد دي هم اللي كاتبينه او هم اللي محددينه. فربطنا التدريب الميداني او التدريب العملي بالعمليه التعليميه، ودي حاجه كنا عاملينها السنه اللي فاتت، يعني بقالنا سنتين عاملينها وبنعملها اثناء الدراسه كمان مش بنستنى الصيف، وبيطلع معاهم دكتور ومعيد مشرف من عندنا عشان يتابع البرنامج التدريب اللي احنا قلنا عليه بيدرس صح ولا لا، او الطلبه بتحضر ولا لا، او بنمتحنهم علشان نطمن ان اللي هم خدوه في السكشن او في الكليه هو اللي راحوا شافوه في الموقع.
فربطنا الجانب التطبيقي بالجانب الايه الاكاديمي، ودي كان عملت لنا نجحت البرنامج بشكل كبير قوي الفتره اللي فاتت، وفرقت مع الطلبه بشكل كبير قوي، خصوصا في المواد اللي زي الوركينج والبيلدينج، المواد اللي هي محتاجه تدريب عملي. حتى ماده التركيبات الفنيه كانت الطلبه بتلاقي مشكله انها تفهمها، راحوا شافوها هناك. دكتور، دي فعلا الحاجه اللي احنا كنا مفتقدينها في الوقت اللي احنا. الو سامعني؟ بالظبط يا دكتور، ودي فعلا حاجه احنا كنا مفتقدينها وقت الكليه، وبالفعل بالفعل يعني كان فعلا حاجه دي لازم تكون موجوده، وانا بشكر حضراتكم ان هي دلوقتي بدات تبقى موجوده فعلا في الجامعه، لان ده بيفرق كتير جدا مع الخريج بعد الكليه على طول، بيفرق جدا. تمام. وكمان اللائحه لما اتغيرت، هو في دفعه بتتخرج على اللائحه اللي هي شغاله دلوقتي، بقى عندنا في كل سنه في برنامج كمبيوتر، هتلاقي في اولى في اوتوكاد، تلاقي في ثانيه في 3 دي ماكس، ثالثه فيها ريفت، وكمان في ثالثه ورابعه في جي اي اس، فاصبحت البرامج وايه وكل برنامج بياخدوه بيشتغلوا عليه السنه اللي بعدها في مواد الدراسيه، سواء في مواد الديزاين او في مواد الوركينج، البرنامج بياخدوه بيطبقوه السنه اللي بعدها، فبقى في كمان بياخدوا البرامج كورس اساسي في المنهج بتاعهم، في البرنامج بتاعهم، وبيتدربوا عليه وبيطلعوا بيه المشاريع بتاعتهم. فكده احنا حاولنا على قد ما نقدر نعرف متطلبات السوق وندمجها مع اللائحه عشان نطلع خريج معاه السكيلز اللي محتاجها يبتدي يشتغل بيها. الو بالظبط يا دكتور. هي. يعني انا بشكر حضرتك. ايوه دكتور سامعني؟ تمام. هو الخط بس بيقطع. انا بشكر حضرتك، انا سعيد ان كنت مع حضرتك. ربنا يخليك يا محمد، ربنا يخليك. حد تاني عايزين حد تاني نسمع حد تاني؟ كانت الدكتوره رندا كانت بتسال في حاجات. يا دكتوره رندا، دكتوره رندا. اي دكتور منال، كنت بتسالي يعني حاجات. انا حاسه من الاجابات بتاعتهم ان هم يعني ملمين باللي احنا بنحاول نوصل له. يعني انا شاكره جدا الاجابات بصراحه، يعني حاسه ان هم مستوعبين كويس قوي يعني ايه تعليم وتعلم، يعني ايه النهارده في سياسات واستراتيجيات تعليم هم يعني يكاد يكونوا استفادوا بيها، فاهمين ايه اللي ناقص النهارده وايه اللي اختل في اساليب التعليم او محتوى التعليم نفسه. يعني اللي قاله مثلا النهارده باشمهندس رمضان اعتقد كلام مهم جدا، ان يمكن الطالب محتاج اكتر يتم دعمه بالمعايير الخاصه والاكواد الخاصه للتعامل بداخل السوق المصري عامه. يمكن ده يخلينا نهتم أكتر بمواد زي التشريعات مثلا، عندنا ندعم التصميم، برغم أن أنا أعرف كويس أن دكتور سامي في سنة تالتة على الأقل بيهتم جدا بموضوع التشريعات جوه مقررات الديزاين بتاعته. طبعا موضوع التدريب لما يبتدوا يتعرفوا على إزاي النهاردة التدريب اتطور بالشكل اللي حضرتك حكيتيه، لا ده الافضل من كده، اللي نفسي ان هم يتعرفوا على الاسلوب الجديد اللي اتبعناه في جائحه الكورونا، وازاي النهارده ان احنا اتبعنا الاسلوب الاونلاين في موضوع التدريب او خلافه. يعني اتمنى برضو ان احنا نبقى نعمل دايما زي حضرتك ندوات تعريفيه بشكل التطور اللي احنا بنعمله والأنشطة المتجددة اللي موجودة عندنا، يحصل فيها شير لبعض الصور الباوربوينتس وخلافه، لأن أنا سعيدة جدا بالحوار بتاعهم وسعيدة جدا بالتعليقات اللي هم بيقولوها. أتمنى برضو إن احنا نبقى نسألهم في مرات قادمة على الرسالة والأهداف بتاعتنا، هل وصلتهم؟ هل حسوها؟ هل اتعرفوا عليها؟ هل يقدروا لو حد سألهم عليها يقدروا يجاوبوا ويقولوا ان المكان ده فعلا كان ليه رؤية، كان ليه رسالة، كان ليه اهداف وحققها؟ طب حققها؟ طب ما تعرض لنا يا دكتورة رندا الرؤية والرسالة والاهداف كده بشكل بريف. انا اتمنى لو ينفع اعمل شير، بس انا مش عارفة اتمكن اعمل شير، لو فادي يديني اعمل شير يبقى كتر خيره. طب حضرتك قولي اقريها حتى من عندك يا دكتورة لو هي قدامك دلوقتي.
تمام دكتورة منال اتفضلي. اوكي فهمت. مهندس فاتي ممكن تنزل لنا الاستبيان على الموقع على الـ على الـ ايه فادي ممكن تنزل لنا الاستبيان فادي فادي طيب اتكلم على الرؤيه بتاعتنا بتاعت ايوه فادي اتفضلي يا دكتوره رندا. ماشي دكتوره منال. لو كنت اتكلم على الرؤيه بتاعتنا في القسم فكنت اقول ان الرؤيه بتاعتنا ان البرنامج بتاعنا يصبح من افضل البرامج المعماريه لدعم سوق العمل المصري والعالمي. طبعا وده لتخريج يعني خريج متميز علميا ومبدع مهنيا ومواكب لتطورات العصر. فدي رؤيه اعتقد انها متوافقه مع رؤيه المعهد والرؤيه الخاصه بوزاره التعليم العالي. فلا هتكلم عليها يعني. هل انتوا بالفعل حسيتوا ان احنا الرؤية دي قدرنا ان احنا نطلعها من خلال المقررات بتاعتنا وتصميم البرنامج بتاعنا؟ طب لو هتكلم على رسالة هقول ان احنا كانت الرسالة بتاعتنا بتقسمها الى ثلاث اجزاء، يعني جزء يخص اعداد معماريين مبدعين ملمين بالعلوم الحديثة وتكنولوجيا العصر ومهارات الكافية لمواكبة سوق العصر، تطوير قدرات الطالب على البحث العلمي والعمل التعاوني، إعداد خريجين قادرين على المشاركة في الخدمات المجتمعية في إطار التنمية المستدامة وجودة الحياة. يعني نفسي يعني إحنا بإذن الله هننزل تحديث للرؤية والرسالة والأهداف بتاعتنا على الموقع، نفسي تطلعوا عليها وتبتدوا تقولوا لنا يعني فعلا احنا اجدنا ووصلنا الرساله صح، لا في قصور في الرساله بتاعتنا. طب لو هتكلم على الاهداف بتاعتي هقول عندي النهارده اربع اهداف مهمه مثلا كنا بنشتغل عليهم، زي اعداد خريج متميز في مجال العماره والتخطيط يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وده طبعا كل هدف عندي انا بحط تحته اهداف اكسترا سنويه. انا طبعا مش عايزه ان انا اطول عليكم، انا اقول الاهداف الرئيسيه فقط، لكن عليكم ان انتوا كخريجين وبتحبوا المكان وعايزينه يتطور ويعلى دايما ان انتوا تبتدوا تتعرفوا على الاهداف ديت، الرساله الرؤيه، تدونا فيدباك ازاي الكلام ده احنا طبقناه ووصلنا بيكو ان احنا نحققه ولا في قصور وازاي نبتدي نعالج القصور ده. فلو اتكلم على الهدف التاني مثلا هقول تنميه الحس الابداعي وروح المنافسه والقدره على الاختبار والتجريب لدى الطالب. هقول القدرة على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تحديات مهنية نتيجة التطور التكنولوجي السريع في جميع جوانب الحياة. الهدف الرابع كان تأهيل الطالب لاستكمال المسيرة التعليمية ومواصلة البحث العلمي بعد التخرج. يمكن دول أربع أهداف رئيسية عندنا. كنت أتمنى طبعا إن كان يبقى فيه شير لباوربوينت أو خلافه، لان طبعا احنا نعرف الحاجه اللي بالعين والسمع افضل من السمع فقط. انا مش هطيل عليكم بس انا اتمنى ان بصي يا دكتوره رندا بعد اذنك الموقع بتاعنا دكتوره رندا نشوفه النهارده. دكتوره رندا بعد اذنك احنا ممكن نعمل لهم شير للاهداف والرؤيه والرساله على الجروب بتاع الخريجين ويقولوا لنا رايهم في ايه،
يعني احنا دلوقتي ان شاء الله هنرفع على الجروب بتاعنا استبيان، ياريت لما فضلكم يعني ان انتوا تملوا لنا الاستبيان ده، ودكتورة راندا شرحت لكم بشكل سريع الاهداف والرؤية والرسالة وهتنزلها لكم على الجروب بتاع الخريجين، فنتمنى ان انتوا تدخلوا على الجروب وتملوا الاستبيان ده. اتفضلي يا دكتورة راندا، هتقولي حاجة تانية؟ كنت عايزة برضو يا دكتورة منال اعرفهم ان احنا عندنا خطة بحث علمي مثلا، واتمنى ان هم يبقوا على درايه بيها، وفي نفس الوقت يقولوا لنا ايه رايهم في المجالات اللي احنا ريدي اخترناها واشتغلنا عليها، ويعرفوا ان ريدي المجالات دي طلع منها مجموعه من الابحاث يمكن في خلال الخمس سنوات اللي فاتت حاجه في حدود 73 بحث علمي من خلال الأساتذة والسادة الأعضاء الهيئة المعاونة. طلع من عندنا 4 رسائل ماجستير و4 دكتوراه، غير أن في النهاردة 4 على وشك الانتهاء ماجستير و4 دكتوراه على وشك الانتهاء. في الخطة ممتدة عندنا حاجة بتاعت 8 ما بين ماجستير ودكتوراه. لو أنا هتكلم على الخطة مثلا بتاعتنا بتاعت البحث العلمي، هنلاقي إن إحنا واخدين 4 محاور من محاور الدولة الرئيسية اللي بتشتغل فيها. عندنا النهاردة محور الطاقة والطاقة المتجددة وتطبيقاتها، عندنا محور يخص البيئة ودراسات البيئية، عندنا محور النهاردة يخص التطبيقات التكنولوجية، النهاردة في اللي خاصة بمستقبل العمارة والعمران. شكرا شكرا يا دكتورة راند على الكلام الجميل ده، وتسلم لنا ومقدمة يعني كلام جميل قوي، وكده بتهيألي الخريجين كده عرفوا احنا بنتكلم في ايه، البحث العلمي بتاعنا ايه، رؤية ورسالة الاهداف بتاعتنا ايه. وانا عايز انتهز فرصة المؤتمر ده ان انا ادعوكوا 4 دعوات. الدعوة الأولى، إحنا عاملين ملتقى للتوظيف إن شاء الله، هنبلغكم بمعاده بالضبط، يمكن هيكون في أواخر شهر 3 أو أوائل شهر 4. أيوة سمعيني؟ سمعيني؟ فادي سمعيني؟ بندعوكم أول حاجة، أول دعوة، دعوة الملتقى التوظيف، وده هندعو فيه أكبر شركات التوظيف في مصر اللي بتوظف في مجال العمل المعماري. الدعوة دي ليكم كلكم، تيجوا تحضروا المؤتمر ده او الملتقى ده. الشركات دي هتقدم فرص عمل للخريجين، ودي من الحاجات اللي احنا قلنا ان احنا عايزين نساعدكم او نعمل سبورت للخريجين بتوعنا، ان احنا هندعو الشركات دي بعلاقاتنا بيهم، وهيوفروا لنا فرص عمل، وهيقولوا لنا ايه هي متطلبات التوظيف عندهم في الشركات، بحيث لو حد فيكم عنده عايز يشتغل او يتعين فيها، او عنده سكيل معين او برنامج معين مفروض يتعلمه عشان يشتغل في شركه هو نفسه يشتغل فيها، يبقى عارف متطلبات التوظيف للشركه دي. واحنا كمان ممكن يقدم في الشركه دي دايركت، وعن طريق الاجتماع الملتقى ده نفسه انتوا هترفعوا في ساعتها السيفيهات بتاعتكم، واحنا هنعمل لكم سبورت في الشركات دي. فدي اول دعوه ليكم لملتقى التوظيف، علشان اللي عايز يطور من نفسه، عايز يشتغل في شركه تانية، عايز يغير الشغل بتاعه، عايز يروح لشركه تانية اكبر. احنا داعين شركات كبيره قوي، ومن ضمن الشركات اللي دعيناها ورحبوا جدا بدخول الملتقى مقاولين العرب والاي سي جي، في شركات كبيره قوي رحبت بالدخول معانا، بالم هيلز وبيبرلي هيلز، شركات كبيره جدا رحبت وقالت انها عندها فرص عمل للخريجين بتوعنا، وهينضموا لينا في الملتقى اللي هيتم خلال شهر من دلوقتي. فدي اول خدمه او اول حاجه احنا ممكن نقدمها ليكم او نتعاون فيها معاكم. تاني حاجه بنقدمها ان احنا عاملين مؤتمر دولي يوم الاربعاء الجاي، ياريت كلكم تحضروه، ده مؤتمر مهم جدا، هيحضروا او هيلقوا فيه كلمه رئيس الاتحاد الدولي للمعماريين توماس فونيه، هيكلم رئيس الاتحاد المعماري دول البحر المتوسط، هيقول فيه كلمه بيتكلم فيها عن التعليم في العالم كله في ماشي ازاي، وتوجهات التعليم خصوصا عن بعد. هيدخل مفاجاه بقى الجميله كمان، ان المهندس راسم بدران، ده مهندس طبعا كلكم تسمعوا عنه، معماري كبير، هيدخل يتكلم معاكم في مجال العماره، ويديكم افكار في مجال العماره. فده طبعا دي حاجه مهمه جدا ان انتوا تحضروا مؤتمر يتكلم فيه راسم بدران. كمان هيتكلم دكتور رئيس جمعيه المعماريين المصريين، برضو هيدينا كلمه مهمه جدا.
مين تاني هيكلم؟ نمير هيكل، وده برضو من المعماريين الكبار المعروفين في مجال التعليم المعماري. طبعا دولم كله، ودكتور معتز هيخش بصفته رئيس شعبة نقابة المعماريين، وكمان هيخش من الجامعات اللي هتشارك في المؤتمر الدولي، الجامعة الأمريكية والجامعة البريطانية والجامعة الألمانية والأكاديمية البحرية، وإحنا كل جامعة من الجامعات الخمس جامعات دول هتطلع تقول الاكسبيرينس بتاعتها في مجال التعليم المعماري. وبكده نبقى احنا جمعنا المؤسسات التعليمية مع المؤسسات الأكاديمية زي مؤسسات ومؤسسات الدولية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. على المستوى الدولي في توماس فونيه ممثل الاتحاد الدولي المعماريين، على المستوى الإقليمي وسيم ناجي رئيس الاتحاد الدولي المعماريين البحر المتوسط، على المستوى المحلي مهندس سيف رئيس جمعية المعماريين المصريين، ودكتور معتز رئيس شعبة النقابة في نقابة المهندسين. وده على مستوى المؤسسات. على مستوى الممارسين للمهنة طبعا زي راسم مهندس راسم بدران، نمير هيكل، كل دول معماريين، مجدة مصطفى، كل دول معماريين هيدخلوا معنا في المؤتمر، غير الجامعات الكبيرة اللي هتشاركنا في المؤتمر ده. فأنا بدعوكم ان انتوا تخشوا في المؤتمر ده، المؤتمر الدولي، وتشرفونا وتنورونا، وبرضو تبقوا انضمتوا معنا المؤتمر كبير زي ده. تاني دعوة عايزة أدعوكم ليها اللي قالوك عليها دكتور معتز، بدعوكم الاجتماع بكرة في نقابة المهندسين ضروري، عشان إحنا نحدد مصيرنا. محدش يحدد لنا مصيرنا، إحنا لو سيبنا الناس تحدد لنا مصيرنا هيتفرض علينا قرارات إحنا ممكن نكون تأثر على مستقبلنا ومستقبل أولادنا، والقرارات لو اتفرضت هيبقى صعب تغييرها. فأرجو إن إحنا نكون متواجدين بكرة في النقابة علشان نقول رأينا في القرارات اللي بيقولوها، علشان يبقى لينا دور في تقرير مستقبل ومصير سواء الخريجين بتوعنا أو حتى أبنائنا اللي هيبقوا معماريين في يوم من الأيام. آخر حاجة عايزة أطلبها منكم، عايزين نعمل لوجو لقسم العمارة، فأنا مش عايزة أعمل يعني عايزين لوجو ده يطلع منكم أنتوا، فعايزة أعمل مسابقة بينكم كلكم كل الخريجين، وهعلن عن المسابقة دي وهديكم تفاصيلها لتصميم لوجو لقسم العمارة. وهنعمل اليوم اللي هقول لكم بالضبط تفاصيل المسابقه، واحسن لوجو هو اللي هيبقى لوجو القسم، واللي هيتحط عليه كل اوراق القسم وكل مخطبات القسم هتبقى هتتحط عليها اللوجو اللي انتوا هتصمموه. فانا بعلن عن مسابقه لتصميم لوجو القسم العماره ما بين الايه خريجين عماره، وهعلنها كمان مع الطلاب بتوعنا بتوع القسم، واحسن وهنعمل جوري ولجنه التحكيم وهنختار احسن لوجو يبقى ده لوجو القسم. دي اخر حاجه كنت عايز اتكلم فيها معاكم. في الاخر في النهايه عايز اقول لكم يعني في النهايه في حد حاب يقول حاجه قبل ما نختم؟ في حد عايز يقول حاجه قبل ما نختم يا باشمهندسين؟ ايوه دكتور، مساء الخير. مساء النور. انا مهندس يحيى ايمن دفعه 2008. اهلا وسهلا يا يحيى. هو بس في حاجة كده طريقة، حضرتك كنت نزلتي إعلان عن طلب مقدمين من جامعات حكومية. تمام. في الموضوع ده اتفهم غلط شوية، وفي بعض الناس عملت شير بخصوص إن هو هل الأكاديمية مش واثقة في خريجينها أو كده. لا 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 لا، هو إحنا بنربط الخبر. أعتقد يعني ده، فأرجو بس التوضيح عشان ما يتفهمش غلط. لا الموضوع مش كده خالص. الوزارة فرضت على كل المعاهد والجامعات الخاصة إنها تدمج الخبرات المختلفة من الجامعات المختلفة، فهم كانوا بيقولوا لنا إن لازم علشان من اشتراطات الاعتماد إن إحنا ندمج خبرات الجامعات الحكومية مع الجامعات الخاصة علشان ندخل أو نطعم التعليم بتاعنا بخبرات خارجية. إحنا دلوقتي اللي انتم ما تعرفوهوش إن إحنا متعين عندنا من المعيدين الشروق، متعين عندنا 11 معيد خريج أكاديمية الشروق، واحد بس من جامعة القاهرة. فطبعا بقى العدد 10 الواحد، يعني كل خريجين هم اللي بيدرسوا. طبعا خريجين من افضل الخريجين، ولكن لما الوزاره تفرض علينا ان احنا لازم نبقى عدد المعيدين المتخرجين من الحكومه يساوي عدد المعيدين المتخرجين من الشروق، طبعا احنا بنفرق في الموضوع ده بقالنا سنين، ولكن دلوقتي اصبح الاعتماد بتاعنا من الوزاره مرتبط ان احنا نعين معيدين خريجين جامعات حكومه. فدي حاجه مفروضه علينا من زمان، واحنا حاولنا ان احنا نتكلم فيها، ولكن اصبح قرار ومفروض علينا مش بمزاجنا. لكن طبعا احنا بقالنا سنين بنعتمد على المعيدين بتوعنا. يعني الموضوع يعني اتعمل شير، الموضوع اتعمل له شير على بعض البيجات بشكل يعني يتفهم غلط، فارجو بس ان حضرتك توضحي ده على فيسبوك. طيب حاضر حاضر هوضح الكلام ده. تمام. حاجه ثانيه، دكتور رندا كانت اتكلمت على البحث العلمي ورسائل الماجستير والدكتوراه. الحقيقه يعني مش وصل لنا كخريجين ازاي نقدر نستفيد من ده مع الاكاديميه،
يعني معظم يعني كخريجين بنروح عين شمس، بنروح جامعة القاهرة. أنا عن نفسي كلية التخطيط جامعة القاهرة، بعمل ماجستير هناك. فكنت عايز أعرف هل في فرص للبحث العلمي بالتعاون مع الأكاديمية؟ يعني ما فهمتش قوي من دكتور راندا إزاي إحنا كخريجين ممكن نستفيد من حاجة زي كده. تفضل يا دكتورة راندا. دكتورة راندا كنت حلو سؤالك جدا في منتهى الجمال. اللي احنا نقدر نعمله النهاردة علشان نرفع شعار الأكاديمية بتاعتنا ان احنا ناخد مشرفين من داخل الأكاديمية الى جانب المشرفين اللي موجودين في الجامعات اللي احنا ريدي مسجلين فيها. ليه؟ لان النهاردة هيبقى في سبورت ليك، النهاردة دكتور هتقدر تتعامل معاه بسهولة، تلاقي رسالة بتاعتك محطوط عليها الشعار بتاع المعهد العالي للهندسة بالشروق، ترفع السكور بتاعك انت في سوق العمل. فده النهاردة لو احنا فكرنا فيه كويس هتلاقي ان ده هيفيدك انت وبيفيد المعهد نفسه كمان. يعني اللي انا كنت بقول عليه ان احنا النهاردة متطورين وماشيين مع الأهداف الاستراتيجية بتاعت الدولة نفسها، سواء كانت في البحث العلمي أو في العملية التعليمية نفسها. فالعدد الأبحاث والرسائل اللي أنا اتكلمت عليها دي يمكن كان نسبة المشاركة برضو بتاعة أعضاء التدريس في الإشراف على الرسائل، سواء اللي تمت أو اللي لسه إن شاء الله في الخطة القادمة، هي نسبة عالية مش قليلة. لكن عايزين نزيد العدد ده علشان نعمل لنفسنا سكور أعلى في البحث العلمي نفسه، وفي نفس الوقت يبقى اسمنا دايما كمعهد هندسة بالشروق، ده اسم واضح ومتكرر وموجود دايما في الساحة. فيمكن عشان كده أنا اتكلمت على موضوع البحث العلمي. فبرضو فكروا كويس يعني كخريج انا مثلا سجلت في جامعه حكوميه، ازاي اقدر عندي مشترك مثلا، يعني مش فيني مشتركين من جامعه القاهره مثلا واكاديميه الشروق؟ ممكن جدا. في اكتر من باحث كان في جامعه القاهره واخد مشرف من اكاديميه الشروق. المهم انه يبقى ريليتد بالمجال اللي انت شغال فيه، المجال البحثي اللي انت شغال فيه. طبعا. هو أبتل ناو هي جامعة حلوان هندسة المطرية هي الوحيدة اللي ما بتقبلش إشراف مشترك من خارج المكان. طبعا. في نفس الوقت في حاجة تانية لطيفة جدا، في حاجة اسمها مشاريع بحثية. يعني إن شاء الله هنحاول الفترة الجاية إن احنا نعمل مشاريع بحثية مع مؤسسات علمية وتطبيقية مختلفة جوه مصر وبره مصر، برضو إن شاء الله عن طريق الملتقى أو عن طريق الجروب بتاعنا هنبتدي نعلن عن المشاريع دي اللي بيها اللي حابب إن هو يدخل وبيكمل الرسالة بتاعته بتاعت الماجستير أو الدكتوراه أو خلافه من خلالها. إن شاء الله تبقى بالنسبة لكم لطيفة إن شاء الله. يعني شكرا يا دكتورة راندا. شكرا. في حد تاني يحب يضيف حاجة؟ حد يحب يقول لنا حاجة؟ مش عارف، ممكن يا دكتور استأذنك في كلمة؟ تفضل يا دكتور. يعني إذا كان في خريجين جامعات أخرى يعني هيتم اختبارهم أو هيتم تعيينهم، فلابد من وجود الاختبارات العادلة اللي تتيح لنا في دوكومنتيشن للمستوى الحقيقي ويتوافق مع احتياجات. يعني الشروق لما جينا هذا القسم تم إنشاؤه كنت حريص إن إحنا نكون متقدمين خطوة عن أي مكان موجود. إحنا أخذنا برامج قبل أي جامعة تانية وغيرنا من الخريطة التعليمية، بمعنى ما ينفعش الولد عندي زي ما حضرتك تفضلت وقلتي اللي بياخد برنامج أوتوكاد في سنة أولى وبرنامج كذا في سنة تانية وثالثة ورابعة بيبقى عنده خبرات في التخطيط وجاي أس، وعين هيجي واحد تمتحنيه ما عندوش هذه الخبرات، هاجي شغاله في ايه؟ يعني هنشغله ازاي؟
إذا أنا شغال في التصميم بمنظومة معينة وبختبر الأولاد وعملنا حاجة متقدمة أو في التصميمات التنفيذية هيدخل يعني بعد إذن حضرتك دي أمانة من جميع الأطراف الامتحانات أو الاختبارات لأن ممكن الوزارة ومن حقهم لأن إحنا تابعين للوزارة يشوفوا نتائج الأولاد إذا كنا هنعينهم ولا مش هنعينهم فأنا بنبه ليها إن حاجة تاخدي بالك الاختبارات هتبقى موثقة ومعمولة على المستوى يا دكتور إحنا عندنا معايير للتقييم لو تفتكر معتمدة من مجلس القسم في معايير للتقييم أنا بتكلم على الوزارة دلوقتي لا أنا بنبه يعني أنت النهاردة أساتذتنا الجامعات الكبيرة إحنا اتخرجنا منها أكيد هيجي لنا ناس كويسين بس ما نعرفش الكويسين هم اللي هيجوا لنا ولا لا لو أضل أقصده إحنا لا نتكلم طيب. في مستوى الجامعات الأخرى لكن الخوف ان تحت اللافتة بتاع جامعة كذا يكون في اي نوع من الانصياع والقبول هو بس ده بنبه بيه لان اي واحد من الموجودين ما عدا الوحش ده اللي فوق بيخوفني ده قاعد في المية ده بيبرق صورة فظيعة يا اسلام بجد بتخوف الناس ده شكلك جميل قوي عن كده اي واحد من هنا دول انا امانة امام الله الناس الموجودين افضل من اي واحد في دفعاتهم على مدى سنوات التخرج دي شهادة لله خالصة اي واحد من الحاضرين دول افضل من اي خريج من اي مكان في مصر وعلى المستوى الاقليمي فانا مش عايز ان يحصل ده فننصاع لان لازم اخد 10 كده ممكن يعني اللي ينجح طبعا نفسه بس حبيت انبه ليها واحنا فخورين بيكم يا اولاد انتوا مصدر احنا يا دكتور احنا يا دكتور عندنا سيستم معتمد من مجلس القسم للتعيينات ما بنعينش الا باختبار من مجلس القسم بيحط الامتحان وفي اساتذه من القسم بيختبروا المتقدم للوظيفه وبناء عليه بالمجلس بياخد قرار والاختيار بيبقى بناء على اختبارات بيمر بيها الخريج لكن مش اي حد يا دكتور بيجي من عينه وحرك عارف كده كويس بس المشكله بقى يا دكتور ان معظم بيتقدموا وبينجحوا دايما بيبقوا خريجين الشروق هم اللي بيجتازوا الامتحانات دي بسهوله لان هم مدربين بشكل جيد جدا لا لا انا بتكلم ما نقدمه يعني احنا بندرس بنطلع جرعه تعليميه معينه اللي جاي متقدم لازم يكون قادر ان ينضم لينا عشان يبقى له عطائه ويطلع الخريج بالشكل اللي احنا عايزينه هي دي النظرية عندي معنا الدكتور يا بي اتفضل يا دكتور سامي كمل كلامك يعني حضرتك انا اللي بقوله احنا لينا منهجية واسلوب معين بيطلع برودكت لازم واحد يكون متمرس ازاي هيدخل في المنظومة بتاعتنا ده اللي اقصده يعني مش مجرد حاجة لينا خصوصيتنا الأولاد بتوعنا متمرسين واللي بيتفوقوا منهم عن حق بيبقوا best of the best فأنا ده اللي أقصده بس إنهم يكونوا قادرين نحملهم شغل الجداد دولة يتحملوا الشغل بتاعنا ويأدوا بكفاءة مش عايزين يكونوا حمل علينا إحنا جالنا ناس كانوا أحمال يعني مش هنتكلم في القضايا دي يعني مش عايزين يمثل عبء على القسم اللي بيجي يا دكتور بقى حمل ما بيكملش معانا وحركة عارف كده بالضبط لا تقلقش يا دكتور ان شاء الله مبارك معلش يا دكتور انا وزني كده يعني. انا وزني كده يعني. يلا الحمد لله حد تاني يحب يضيف حاجه حد من الخريجين يحب يقول لنا حاجه او نسمع له طيب نختم اللقاء ده بشكرنا لكم جميعا ولكل الحضور وشكرنا لأساتذتنا الكبار دكتور سامي ودكتور معتز ودكتورة رندا وشكر للخريجين اللي لبوا الدعوة وما تنسوش الأربع دعوات اللي دعيتكم ليهم ما تنسوهاش وآخر ختامي ما تنسوش كمان الاستبيان تملهولنا على الجروب من فضلكم يعني محتاجينه ضروري وبنشكركم على حماسكم وعلى اهتمامكم بالدخول معانا وأهلا وسهلا بيكم وإن شاء الله هنكرر طبعا الملتقى ده على الأقل لازم نعمله كل مثلا كل ترم مرة نقعد مع بعض ونتكلم ونتباحث وتقولوا لنا انتوا ورأيكم ايه وتكونوا برضو الاجتماع اللي جاي تكونوا انتوا اخترتوا موضوعات تتكلموا فيها انتوا لقيتوا افكار عايزين تقولوا لنا عليها علشان ايه نربط او نوصل جسور الايه التواصل بيننا وبين بعض واهلا بيكم ان شاء الله كل سنه وانتوا بخير وبصحه وسعاده وسنه سعيده عليكم ان شاء الله السلام عليكم اتفضلوا
عليكم السلام.